بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الرسول في اللغة: هو من بعث بالرسالة. الرسول في اللغة: هو من بعث بالرسالة. يقال: أرسله بكذا إذا طلب إليه تأديته وتبليغه. وجمعه رسل بسكون السين، ورسل بضمها، رسل أو رسل. وفي لسان الشرع: إنسان ذكر حر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. الرسول إنسان ذكر حر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. فإن أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي، فكل رسول نبي ولا عكس، فقد يكون نبيا غير رسول. كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: نبئ بإقرأ. الرسول عليه الصلاة والسلام لما أنزل الله عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق صار نبيا، ولما أنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر صار رسولا. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر صلى الله عليه وسلم. والرسول والمراد بالرسول المضاف إلى ضمير الرب هنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى، والهدى في اللغة البيان والدلالة، الهدى في اللغة البيان والدلالة، كما في قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فإن المعنى بينا لهم ولكن كفروا والعياذ بالله. وكما في قوله تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، أي بينا له. اللهم اجعلنا من الشاكرين يا رب العالمين. والهدى بهذا المعنى عام لجميع الناس، الله بين لجميع الناس في كتبه وعلى ألسنة رسله وأنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولهذا يوصف به القرآن كما في قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي يدل الناس على الطريق الأقوم. ويوصف به الرسول صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تدل وترشد. وقد يأتي الهدى بمعنى التوفيق والإلهام، فيكون خاصاً بمن يشاء الله هدايته. اللهم اهدنا وثبتنا على الهدى برحمتك يا أرحم الراحمين. فالهدى بمعنى الإرشاد والدلالة الأنبياء والرسل والدعاة إلى الله. وأما الهداية بمعنى التوفيق هذا لا يملكه إلا الله. اللهم اهدنا وثبتنا على الهدى برحمتك يا أرحم الراحمين. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. اللهم اشرح صدورنا للإسلام ونور قلوبنا بالإيمان. ولهذا نفاه الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يعني ما تقدر أن توفق لقبول الحق، التوفيق هذا بيد الله عز وجل، إنما أنت ترشد وتدل وتبين. والمراد بالهدى هنا كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. الهدى كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الإخبارات الصادقة والإيمان
الصحيح والعلم النافع والعمل الصالح. والدين يأتي لعدة معان، الدين يأتي لعدة معان، منها الجزاء، الدين أي الجزاء، كما في قوله تعالى مالك يوم الدين أي مالك يوم الجزاء والحساب. ومنه قولهم كما يدين الفتى يدان أي كما يعمل الإنسان يلقى. ومنها الخضوع والانقياد، الدين بمعنى الخضوع والانقياد، يقال دان له بمعنى ذل وخضع، ويقال دان الله بكذا أو كذا بمعنى اتخذه دينا يعبده به، يعبد الله به. والمراد بالدين هنا جميع ما أرسل الله به رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدين ما أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأحكام والشرائع اعتقادية كانت أم قولية أم فعلية، كل ذلك دين الله. وإضافته إلى الحق من إضافة الموصوف إلى صفته، أي الدين الحق، والحق مصدر حق يحق إذا ثبت ووجب، فالمراد به الثابت الواقع، الحق أي الثابت الواقع، ويقابله الباطل الذي لا حقيقة له، الباطل هو الذي لا حقيقة له، والحق هو الثابت والواقع. اللام في قوله ليظهره على الدين كله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللام لام التعليل، وهي متعلقة بأرسل، وهو في الظهور بمعنى العلو والغلبة، أي ليجعله غالباً على الأديان كلها بالحجة والبرهان. وأل في الدين للجنس، فيدخل فيه كل دين باطل وهو ما عدا الإسلام، فالله تعالى جعل دين الإسلام ظاهراً على جميع الأديان الباطلة ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. والشهيد فعيل على وزن فعيل، وهو مبالغة من شهد، وهو إما من الشهادة بمعنى الإخبار والإعلام، أو من الشهادة بمعنى الحضور والمعنى، وكفى بالله شهيدا مخبرا بصدق رسوله صلى الله عليه وسلم، أو حاضراً مطلعاً لا يغيب عنه شيء جل جلاله. والمعنى الإجمالي لما تقدم أن جميع أوصاف الكمال ثابتة لله على أكمل الوجوه وأتمها، الحمد لله أن جميع أوصاف الكمال الثابتة ثابتة لله على أكمل الوجوه وأتمها جل جلاله. ومما يحمد عليه سبحانه نعمه على عباده التي لا يحصي أحد من الخلق عدها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نحمد الله، وأعظمها إرساله محمدًا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمةً للعالمين وبشرى للمتقين، ليظهره على جميع الأديان بالحجة والبرهان والعز والتمكين والسلطان، وكفى بالله شهيدا على صدق رسوله صلى الله عليه وسلم وحقيقة ما جاء به صلى الله عليه وسلم. وشهادته سبحانه تكون بقوله وفعله وتأييده لرسوله صلى الله عليه وسلم بالنصر والمعجزات والبراهين المتنوعة على أن ما جاء به هو الحق المبين صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقراراً به وتوحيداً. والشهادة الإخبار بالشيء
عن علم به. الشهادة الإخبار بالشيء عن علم به واعتقاد لصحته وثبوته. الشهادة الإخبار بالشيء عن علم به واعتقاد لصحته وثبوته. ولا تعتبر الشهادة إلا إذا كانت مصحوبة بالإقرار والإذعان، وواطأ القلب عليها اللسان، أي وافق القلب اللسان، قال بلسانه معتقداً بقلبه لا إله إلا الله، كفر بالمعبودات الباطلة كلها، وإيمان بالله وحده لا شريك له. فإن الله قد كذب المنافقين في قولهم نشهد إنك لرسول الله، مع أنهم قالوا بألسنتهم، وذلك أنهم لم يصدقوا بقلوبهم، قالوا باللسان ولم يصدقوا بقلوبهم ولم يعتقدوا ذلك، فلذلك كذبهم الله. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ولا إله إلا الله هي كلمة التوحيد التي اتفقت عليها كلمة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جميع الرسل والأنبياء بعثوا بلا إله إلا الله، بل هي خلاصة دعواتهم وزبدة رسالاتهم، أي لا إله إلا الله. وما من رسول منهم إلا جعلها مفتتح أمره وقطب رحاه، أول ما يدعون إليه لا إله إلا الله، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أول شيء يدعون إلى لا إله إلا الله. وما من رسول منهم إلا جعلها، أي لا إله إلا الله، مفتتح أمره وقطب رحاه، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. لا بد من فهم معناها، لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. رواه البخاري ومسلم وغيرهم رحمهم الله. ودلالة هذه الكلمة على التوحيد باعتبار اشتمالها على النفي والإثبات، لا إله نافياً جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله إثبات الألوهية لله وحده لا شريك له. ودلالة هذه الكلمة على التوحيد باعتبار اشتمالها على النفي والإثبات، لا إله إلا الله، المقتضي للحصر، وهو أبلغ من الإثبات المجرد، فقولنا الله واحد، لا إله إلا الله أبلغ من قولنا الله واحد مثلا، فهي تدل بصدرها أي أولها على نفي الإلهية عما سوى الله تعالى، لا إله تدل على نفي الإلهية عما سوى الله تعالى، وتدل بعجزها أي آخرها على إثبات الإلهية له وحده إلا الله. ولا بد فيها من إضمار خبر تقديره لا معبود بحق موجود إلا الله جل جلاله. وأما قوله وحده لا شريك له فهو تأكيد لما دلت عليه كلمة التوحيد، وقوله إقرارا به مصدر مؤكد لمعنى الفعل أشهد، والمراد إقرار بالإقرار القلب واللسان، يعتقد بقلبه ويقول بلسانه. وقوله توحيدا أي إخلاصا لله عز وجل في العبادة،
والمراد به التوحيد الإرادي الطلبي المبني على توحيد المعرفة والإثبات، إخلاص العبادة لله عز وجل. فلا ندعو إلا الله، ولا نستعين إلا به، ولا نستغيث إلا به، ولا نعبد إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. وجعل الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والعبودية مقروناً بالشهادة لله بالتوحيد، للإشارة إلى أنه لا بد من كل منهما: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. للإشارة إلى أنه لا بد من كل منهما، فلا تغني إحداهما عن الأخرى، ولهذا قرن بينهما، ولهذا قرن بينهما في الأذان وفي التشهد. المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، ويقول أشهد أن محمدًا رسول الله. وفي التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وقال بعضهم في تفسير قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، يعني لا أذكر إلا ذكرت معي. الله رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ذكر الله يذكر الربي كما في الأذان وفي التشهد وغيره وفي الخطبة، لا بد من الشهادتين. فالله هو المعبود، والرسول هو المتبع صلى الله عليه وآله وسلم. قال المعلق: صح عن مجاهد رحمه الله أنه قال في تفسير هذه الآية: ورفعنا لك ذكرك، لا أذكر إلا ذكرت معي، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الألباني رحمه الله في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ابن إسحاق القاضي رحمه الله، وإسناده مرسل صحيح، وهو حديث قدسي مرسل. وروى أبو يعلى بالمسند رحمه الله بإسناد ضعيف من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: رفع إذا ذكرت ذكرت معي، في الأذان وفي الخطبة وفي التشهد. وانظر الدر المنثور اسمه كتاب. وإنما جمع له بين وصفي الرسالة والعبودية: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، لأنهما أعلى ما يوصف به العبد. عبد الله أي القائم بعبادة الله على الوجه المطلوب، ورسوله الله أرسله مبلغًا للعباد. وأما العبادة هي الحكمة التي خلق الله الخلق لأجلها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله خلق الجن والإنس لعبادته، فيجب علينا أن نقوم بعبادة الله بقدر المستطاع، ونحذر المعاصي والشهوات المحرمة. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. فكمال المخلوق في تحقيق تلك الغاية، وكلما ازداد العبد تحقيقاً للعبودية ازداد كماله وعلى الدرجة. عبادة الله وإخلاص العبادة لله ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بلقب العبد في أسمى أحواله وأشرف مقاماته كالإسراء به: سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فلقب العبد
لقب تشريف، أي القائم بعبادة الله، كالإسراء وقيامه بالدعوة. لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، والإيحاء إليه. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والتحدي بالذي أنزل عليه، ونبه بوصف العبودية أيضا إلى الرد على أهل الغلو الذين قد يتجاوزون بالرسول قدره ويرفعونه إلى مرتبة الألوهية، نعوذ بالله، كما يفعل ضلال الصوفية قبحهم الله، الذين يقولون أن الرسول يعلم الغيب وغير ذلك من الغلو والباطل. فالرسول عليه الصلاة والسلام الله يقول له، الله يقول: قل لا يعلم الغيب من في السماوات والأرض، لا يعلم الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والإطراء المبالغة في المدح والكذب فيه، أي لا تكذبوا، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن هذه الشهادة تتضمن اعتراف العبد بكمال عبوديته صلى الله عليه وسلم لربه، يعني أنه قام بعبادة الله حق القيام صلى الله عليه وسلم، كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم، وأنه فاق جميع البشر في كل خصلة كمال صلى الله عليه وسلم، في كل خصلة كماله صلى الله عليه وسلم. ولا تتم هذه الشهادة حتى يصدقه العبد في كل ما أخبر به، ويطيعه في كل ما أمر به، وينتهي عما نهى عنه. تصديقه طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن نعبد الله بما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة في اللغة الدعاء، قال تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي أدعو لهم. إذا جاءك صاحب الزكاة خذ منه زكاة وادعو له. وأصح ما قيل في صلاة الله على رسوله صلى الله عليه وسلم هو ما ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي العالية التابعي رحمه الله قال: صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة. الله يصلي على الرسول يعني يثني عليه عند الملائكة عليهم السلام. الله يثني على رسوله صلى الله عليه وسلم عند الملائكة، هذا معنى صلاة الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثناؤه عليه عند الملائكة عليهم السلام. قال المعلق: وصله ابن إسحاق القاضي رحمه الله في كتابه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الألباني رحمه الله إسناده موقوف حسن. فصلاة الله ثناؤه على عبده عند الملائكة عليهم السلام. والمشهور أن الصلاة من الملائكة الاستغفار، الملائكة يصلون عليه أي يستغفرون له، كما في الحديث الصحيح: والملائكة عليهم السلام يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. إذا صليت وجلست في مكانك تذكر الله، الملائكة يدعون لك يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وينبغي للمسلم إذا صلى أن يجلس يذكر الله، فتدعو له الملائكة
عليهم السلام، ومن الآدميين التضرع والدعاء. صلاتنا نحن بمعنى الدعاء، ندعو له صلى الله عليه وسلم. وآل الشخص، الآل هم من يمتون إليه بصلة وثيقة من قرابة ونحوه. الآل هم من يمتون إلى العبد بصلة وثيقة من قرابة ونحوها. وآله صلى الله عليه وسلم يراد بهم أحياناً من حرمت عليهم الصدق، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، ويراد بهم أحياناً كل من تبعه على دينه صلى الله عليه وآله وسلم. وأصل آل أهل، أبدلت الهاء همزة فتوالت همزتان وقلبت الثانية منهما ألفا، ويصغر على أهيل أو أويل، ولا يستعمل إلا فيما شرف غالبا في الأشياء الشريفة، فلا يقال آل الإسكاف الذي يصنع الأحذية، وآل الحجام لا يقال ذلك، لأن هذه أعمال هي حقيرة. والمراد بالصحب أصحابه صلى الله عليه وسلم، وهم كل من لقيه حال حياته مؤمناً ومات على ذلك، كل من آمن بالرسول عليه الصلاة والسلام ولقيه وهو في حياته. قال المعلق: مراده مؤمناً بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن إطلاق الإيمان ينصرف إلى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولو قيد ذلك به لكان أحسن. قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم حال حياته مؤمناً به ومات على ذلك. والسلام اسم مصدر من سلم تسليماً عليه، بمعنى طلب له السلام من كل مكروه، وهو اسم من أسمائه تعالى. السلام اسم من أسماء الله السالم من كل عيب ونقص جل جلاله، ومعناه البراءة والخلاص من النقائص والعيوب، أو الذي يسلم على عباده المؤمنين في الآخرة. ومزيد صفة له تسليم للتسليم، مزيداً صفة للتسليم، وهو اسم مفعول من زاد المتعدي، والتقدير مزيداً فيه.